السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات، نتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي، والله ييسر الجميع ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. المهم جيتكم هذا النهار بهذا الفيديو هادي خارج شوية على الطبخ اللي عودكم ديما كنحط يعني أطباق وصفات، قلت ندير هذا النهار هذا الفيديو هذا ونضم صوتي لجميع الناس ونقول لكم عافاكم اخوتي اخواتاتي، جلسوا في ديوركم، عافاكم اخوتي واخواتاتي جلسوا في ديوركم. هذه ان شاء الله هذه الفتره هذه يعني راه صعيبه على الجميع، صعيبه على الجميع. نتمنى يا ربي يدير شي تاويلد الخير، يا ربي يدير شي تاويلد الخير. هاد الفترة هادي فريمون 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 يعني صعيبة على الكل، ولكن خصنا نديرو يدينا في يدين بعضياتنا ونجلسوا في ديورنا، شدوا وليداتنا ونهضروا مع الناس يعني يجلسوا في ديورهم. والله اخوتي يعني راه اش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني داكشي مازالو كيزيد وكيتكاثر، مازالو كيزيد وكيتكاثر، يعني كل يوم كل يوم يعني حالات كتزيد وكتزيد وكتزيد. سبحان الله، يا ربي تبعد علينا البلا، يا ربي تبعد علينا هذا المرض هذا، يا ربي تحمينا وتحمي امه محمد وتحمي البشريه كامله يا رب العالمين. المهم اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تجلسوا في ديوركم وتطبقوا التعليمات، طبقوا التعليمات وديروا بها، وان شاء الله يا ربي يا ربي يبعد علينا هاد البلا ويهزوا علينا يا ربي في هاد العواشر هادو يا رحمن يا رحيم. دابا بقى لينا غير ندعو الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد البلاء، ونهز كفوفنا لله سبحانه وتعالى ونصلي وندعيو يا ربي يا ربي يا ربي تهز علينا هاد البلاء. المهم البنات الخوت الخواتات، نتمنى الميساج ديالي يوصل للجميع، وكل واحد كل واحد يجلس في داره باش يحمي عائلته ولاده خوته والديه ما عز عليه. يعني راه اش غنقول لكم، لا اله الا الله، يعني راه الحياه مازال كاينه للقدام ان شاء الله باذن الله. والله كنشوف سبحان الله الناس مساكين المرض وداك الشيء كينتشر بحال شي 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 واش غنقول لكم، والله لا اله الا الله كينتشر بالزربه 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 بالزربه، يعني كينتشر كل نهار كيقولوا حالات وحالات وحالات. يا ربي تشافي المسلمين اجمعين وتشافي كاع البشريه، ماشي يعني كلنا دابا رحنا كلنا في واحد لاسوتياسيون، يعني كاملين رحنا يعني كاملين رحنا في في, في كيما يقولوا في, في باطو واحد، يعني كلنا الكره الارضيه كامله داخل وخارج المغرب، يعني كلنا. يا ربي تحضر السلامه، يا ربي تحفظنا وتحفظ وليداتنا وتحفظ المسلمين اجمعين. المهم اخوتي اخواتاتي، نتمنى انكم تديروا بهذا الميساج وتجلسوا في ديوركم، هذه راه غير فتره ان شاء الله يا ربي وغدوز، ان الله مع الصابرين. والصبر شويه الصبر الخوت والخواتات، شويه الصبر وان شاء الله يا ربي غادي تفوت هذه المحنه هذه، وان شاء الله ربي غيخفف علينا. واش نقول لكم، المهم اللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه ربي يحققها له، ويا ربي يا ربي تكون معنا وتحفظنا وتحفظ وليداتنا وتحفظ أمة محمد يا رب العالمين. المهم الخوت الخواتات، نتمنى أنكم هذا الميساج لي يوصلكم وتجلسوا في ديوركم أنتم وليداتكم والعائلة ديالكم، ويا ربي تحفظنا وتحفظ أمة محمد إن شاء الله يا رب. وشكرا لكم بزاف البنات على الدعم ديالكم، ونتمنى أنكم ما تنسونيش الا عجبكم لا فيديو، والله يجيب التيسير لكل واحد والله يسهل على كل واحد. وشكرا لكم بزاف بزاف. ونتمنى اي واحد يسمع هاد لا فيديو هادي يدير بالنصيحه ديالها، وشكرا شكرا شكرا من القلب، والله يحفظ الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.